السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنبغي نقول لكم أن اللاعب المغربي نصير مزراوي، لاعب منتخب مغربي ولاعب بايرن ميونخ، كيحتاج للدعم ديالكم والدعم ديال العرب وكذلك الدعم ديال المغاربة. إثر أنه غادي يدير واحد التغريدة ولا غادي يدير واحد المنشور في انستغرام، غادي يقول فيه على نحن منكم وإليكم، غادي يدعم فيه القضية الفلسطينية. ولكن هذا الشيء ماشي غريب، فالغريب فالغريب في الامر هو ان هذا اللاعب نصير مزراوي غادي يتعرض لمجموعه من الضغوطات اللي غادي تشكلها الصحافه الاعلاميه بالمانيا، اي انه كينتمي للدوري الالماني، فانه غادي نفرضوا عليه واحد الضغوطات. وكذلك فالبعض كيقول بعض المنابر الاعلاميه على ان نصير مزراوي غادي يتم الابعاد ديالو بشكل نهائي من فريق بايرن ميونخ. فلذلك فاللاعب المغربي المسلم كيحتاج للدعم ديال بزاف ديال الناس. ولكن علاش هاد القضايا كيحاولوا الاتحاد الاوروبي ولا بالاخص الدول الاوروبيه على انها اللاعبين ديالها ما عندهمش الحق انهم يتكلموا ولا عندهم حريه التعبير؟ ولكن كنعرفوا على ان بزاف ديال اللعابه اللي تكلموا مؤخرا مثل حكيم زياش وكذلك مجموعه من اللعابه المغاربه المحترفين كحكيمي، فانهم تكلموا في هاد القضيه بشكل عادي. ولكن المانيا، لان عارفين انتم بالنسبه لالمانيا في كأس العالم 2022، فأن الفريق الألماني مني عندما فرضت عليه في قطر أنه ما غاديش يحمل الشعار ديال المثلية، فرفض هذا القرار ودار واحد الحركة ولا واحد الإشارة ودار واحد الصورة جماعية كتأكد على أنه ملزوم به باش أنه ما يتكلمش ولا ما يديرش الحقوق ديالو. بعد ما هددوه بطرده من نادي بايرن ميونخ وحرمانه من اللعب في الدوري الألماني، ما زال يدعم القضية الفلسطينية. يا جماعة الخير، هذه اللاعب الفريق الوطني المغربي ومدافع نادي بايرن ميونخ نشر مؤخرا فيديو على حسابه في انستغرام يعبر فيه عن دعمه للفلسطينيين في نزاع مع إسرائيل. يظهر في الفيديو علم فلسطين يرفرف مصحوبا بصوت يقول اللهم انصر إخواننا المضطهدين في فلسطين. شاركنا الرأي ديالك في التعليق حول هذه القضية، واش مقبولة ولا مقبولاش، وكيبان لي على أن اللاعبين من حقهم أنهم يعبروا على القضية. في هذا الفيديو حاولت أنني ما نبينش لكم بعض المصطلحات اللي كيخدشوا بالإدارة ديال اليوتيوب، باش أن اليوتيوب ما يحاولش يحيد لي هذا الفيديو كيف ما دار معايا في الفيديو الأول اللي لحت، اللي بزاف ديال الناس ما وصلهمش الإشعار ديالو لأنه كينتمي لهذه القضية، وأنتم عارفين أن هذه القضية فما من حقكش أنك تدوي عليها، لدرجة أن مواقع التواصل الاجتماعي ما لغات على انك تدوي بشكل نهائي انك تدوي على القضيه الفلسطينيه، الا القليل القليل، الا الشركات المشهوره الاعلاميه العربيه هي اللي من حقها انها دير واحد التغطيه شامله لمثل هذه المواضيع. ولكن انت ما حقكش انك تعبر، علاش؟ ان هذه القضيه غادي تحاول على انها تسود لبزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس غيعرفوا هذا الشيء هما اللي ما باغينش. تهلاو الاخوان وما تنساوش انكم تشتركوا.